ازيكم؟ يا رب الناس كلها تبقى بخير، ورجعنا لكم تاني بدرس جديد. ولو الدرس اللي فات عجبك ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس، وكمان لو في اي حاجه نفسك تسالها لي او نفسك تعرف اي حاجه مني اكتب لي تحت في الكومنتات وانا هرد عليك على طول. النهارده انا هعمل درس صغير وبسيط علشان الناس تفهم بسرعه، مش محتاج لط كتير وعجن. احنا هنعمل درس عن لايت روم النهارده بصوره بسيطه، وديت خفيف جدا بس بطريقه احترافيه شويه. احنا مبدئيا كده هنفتح اللايت روم. تمام، انا عندي الصوره ديت اللي هشتغل عليها. تمام، الناس كلها اللي بتقول انا ممكن ازاي احط بريستات على طول واستخدمها اعملها ازاي في الماك او في اي جهاز عامه، هي الموضوع سهل جدا يا جماعه. احنا هنيجي عند البريستات بتاعك اللي هنا، تمام، وهدوس هنا على علامه البلس وهدوس امبورت بريستيت، وبختار البريستيت اللي انا عايزه وبعمل امبورت. دي طريقه او اسهل طريقه ان انت تجيب بيها البريستيتات اللي انت عايزها وتبقى مسيفها عندك على الكمبيوتر بتاعك الخاص بيك. احنا هنا هنبدا على الصوره. تمام، الصورة قدامنا ايه؟ هنبدأ نشتغل عليها. هنزود لها اكسبورت شوية، شوية اضاءة، الهايلايت نقلبه شوية، والوايتس نظبط شوية، شوية بلاكس. نيجي عند الالوان بتاعتنا. نظبط الأصفر، أخضر، هنا الأزرق، وعايز تغمقه، نديلها شوية نايس، تنايم خفيف. نفتح الافكتس وهنعمل شوية ستايل خفيف. الصورة ناقصة كده حاجة، احنا ممكن نعمل لها اضاءة خفيفة. نفتح الصورة شوية، ننزل كمان نديها شوية ستايل اموتيون، طبعا احنا دلوقتي ممكن نشوف الفرق بين الصورتين الأولى والتانية، بيفور وافتر، وطريقة سريعة جدا وسهلة جدا ومن غير ما يبقى فيها أي تعقيد. عندك هنا before و after، شايف قبل وبعد، هنا قبل وهنا بعد. لو عجبك الدرس ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتعمل فعل الجرس، ولو اي حد محتاج اي حاجة كلمنا على طول. انا هحط رابط اللينك الرابط بتاع اللايت روم تحت في وصف الفيديو،
انا حبيت الناس اللي هي حابه تعمل اديت وتحترفه بسهوله او تشتغل فيه وعندها بتتخلي من البرامج الكتير والكلام ده كله، انا هنزل لها حاجات بسيطه منها تعمل اديت بسرعه وسهل وبطريقه احترافيه زي الناس اللي هي البروفيشنال. وممكن نعمل درس تاني نشرح فيه الاعدادات بتاعه اللايت روم بالراحه وخطوه بخطوه عشان الناس تفهم الدنيا فيها ايه. ما تنساش لو الفيديو عجبك اضغط لايك وتعمل شير، محتاج دعمكم من الفتره اللي جايه. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، ولو في اي حاجه اعمل لي كومنت. شكرا.